وتنضم إلينا من العاصمة بيروت مراسلة الغد الزميلة كلوديا بيحنا. كلودي، ما هي سيناريوهات تعامل البرلمان اللبناني مع رسالة رئيس الجمهورية بشأن ميقاتي؟ في الواقع حسين، أقصى ما يمكن أن تصل إليه جلسة مجلس النواب يوم الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون هو نقاش سياسي يفرز المواقف مجددا، ولا سيما مواقف أو موقف النواب الأعضاء في كتلة حزب الله لحسم الموقف نهائيا من موضوع حكومة تصريف الأعمال. هذا ما يمكن أن تظهره هذه الجلسة. المواقف الأخرى معروفة، التيار الوطني الحر سوف يؤيد رسالة رئيس الجمهورية، الكتل الأخرى بدءا من كتلة حركة أمل إلى كتلة اللقاء الديمقراطي، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، كل هذه الكتل سوف تؤيد استمرار حكومة تصريف الأعمال بممارسة مهامها كي لا يغرق لبنان في فراغ تنفيذي ويمنع على هذه الحكومة إدارة شؤون البلد. وأذكر بأن رئيس الجمهورية ميشيل عون كان قد وجه كتابين في الماضي إلى مجلس النواب، كتاب في أغسطس 2021 طلب فيه إعادة النظر بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامي رفع الدعم عن البنزين والمازوت، ولم يأخذ مجلس النواب بكتاب رئيس الجمهورية لأنه كانت هناك خشية على الاحتياطي من العملات النقدية الأجنبية في مصرف لبنان. أيضا في مايو من العام الماضي وجه رئيس الجمهورية ميشيل عون رسالة طلب فيها من المجلس النيابي النظر في تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، ولم يأخذ البرلمان بهذه الرسالة، وهذا الأمر من المرجح كثيرا أن يتكرر في جلسة الخميس المقبل. طيب كلودي، اليوم الأخير في عهد الرئيس عون كيف كان؟ بعد حوالي 6 ساعات أو أقل بقليل من الآن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون. هو كان بالأمس وقع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، ولكن لم يظهر أي تأثير لهذا التوقيع على مجريات هذا النهار. كما ذكرت حسين، الرئيس نجيب ميقاتي كان له نشاط مكثف منذ ساعات الصباح الأولى، والمفارقة أنه استقبل في مستهل هذا النشاط قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو مرشح بارز لرئاسة الجمهورية اللبنانية. وكأن الرئيس ميقاتي أيضا يوجه رسالة إلى التيار الوطني الحر بأنه لا يؤيد مرشحا من صفوفه، ولا سيما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وأيضا والأبرز ربما أنه التقى وزير الأشغال العامة علي حمية، وهو وزير يمثل حزب الله في الحكومة، وتحدث حمية مسهبا عن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل ميقاتي بترسيم الحدود مع قبرص ومع سوريا. إذن هو باق في مهامه. الإشارة الثالثة، قبل قليل وصل الرئيس نجيب ميقاتي إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، ومن ضمن أعضاء وفده وزير الطاقة وليد فياض الذي يمثل التيار الوطني الحر في الحكومة. إذن هو أيضا ممثل التيار الوطني الحر يشارك في أعمال حكومة تصريف الأعمال. إذن كان توقيع الرئيس عون لحد هذه اللحظة لزوم ما لا يلزم، حكومة تصريف الأعمال مستمرة بمهامها مع تقريبا الوزراء من كل الجهات السياسية.